اسمع كده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. لو أنت مهموم ولا حزين، النبي عليه الصلاة والسلام بيدي لك هدية. ما رأيت مثل هذا الدعاء. لو عندك هم ولا حزن، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أتحداك لو كان عندك هم ولا حزن وقلت هذا الدعاء ولا يذهب همك وحزنك ويبدلك الله مكان الهم والحزن فرحا. ايه هو الدعاء ده؟ قل لنا عليه، قول معايا: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إذا قلت هذا الدعاء موقنا به فأبشر ثم أبشر ثم أبشر بفرح يملأ قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح: